ولمناقشة الانفجار الذي حصل في مدينة الصدر والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات ودلالات ذلك، معنا من برلين الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوزي اللامي. مرحبا بك معنا سيد محمد. تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. حياكم الله. بداية سيد محمد، من يستطيع زرع عبوة ناسفة في ذلك المكان في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد في ظل الانتشار الأمني والميليشياوي الكبير بالمدينة؟ يعني سيدي، نحن لاحظنا وراقبنا منذ الانتخابات التي سبقت جميعها بأنه مع اقتراب هذه الانتخابات تبدأ عمليات موجات من التفجيرات وموجات من عمليات الإرهاب تفعيل هذا الملف، لأنه حقيقة سيد الكريم أن هذه الأحزاب التي تحكم اليوم والتي تتنافس في هذه الانتخابات لا يوجد لديها أي منجزات على مستوى التعليم والطب وبقية المستويات في الحياة الطبيعية، لذلك تجد أنه دائما تفعيل ملف الأمني ويعني إرهاب المواطن هو الورقة الوحيدة. التلاعب بأمن البلد وأمن الدولة وأمن والأمن السلمي هو الورقة الوحيدة التي تعتبر هي المادة الانتخابية لهذه الأحزاب. لذلك مع اقتراب كل انتخابات يتم الضغط على المواطن العراقي بإرهابه وإحداث موجات من الإرهاب في محاولة جر هذا المواطن إلى الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك في الانتخابات القادمة، وهذه حقيقة شهدناها في جميع الانتخابات. نعم سيد محمد، لاحظ معنا أن خلية الإعلام الأمني تقول أن عبوة ناسفة انفجرت في المكان. هناك دلالة سياسية أو دلالة إعلامية لهذا الخبر، بمعنى أن حصول هذا الانفجار في هذا التوقيت له دلالات أخرى وليس كما جرى في مرات سابقة في بعض الأسواق أو المستشفيات من انفجار يعني مثلا ناتج عن تماس كهربائي أو غيره من الأسباب. يعني سيدي، كما ذكرنا بأنه الآن سوف تبدأ هنالك اتهامات حقيقة يعني لجهات إرهابية. الآن سوف يفعل الملف الإرهاب، وسوف تكون هنالك قد تنتج هنالك عمليات يعني قادمة. قد نكون نحن الآن في بداية للدخول إلى هذا الصراع الانتخابي الذي سيفعل فيه هذه العمليات، وإلا حقيقة القوات الأمنية قوات كبيرة جدا بأحجام كبيرة تصرف عليها المليارات، لديها الأجهزة، لديها التسليح، وخصوصا هذه المناطق من بغداد هي تعتبر مناطق مؤمنة يعني بدرجة كبيرة جدا. اختراقها بهذه الطريقة وبهذا التوقيت تحديدا له دلالات سياسية، وسوف نجد بأن هذه العمليات سوف لن يتم التحقيق بها بصورة حقيقية وإيجاد الفاعلين والمجرمين بقدر ما سوف يتم استخدامها إعلاميا. سوف ترافقنا هذه العمليات بأي اتجاه سيد محمد؟ بأي اتجاه؟ وإذا كانت هذا الانفجار يحمل رسالة ما، فممن هذه الرسالة ولمن؟ حقيقة سيدي بأنه هذه الأحزاب اليوم بدأت الصراع الحقيقي فيما بينها على يعني هذه المناطق الانتخابية. سوف نجد بأن هذه الانفجارات سواء كان هذا الانفجار أو ما قد يحدث مستقبلا سوف يرافقنا على 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 مدى حتى إجراء الانتخابات وحتى انتهائها. سوف تكون المادة الإعلامية الوحيدة لكل الأحزاب السياسية. سوف تتنافس هذه الأحزاب السياسية على هذه المادة نفسها في من يثبت نفسه بأنه الأكثر حرصا على العراقيين. سوف يتم استغلال هذه الانفجارات، سوف يتم استغلال دماء الضحايا من اجل حملات اعلاميه، وهذا ليس بالجديد على المجتمع العراقي. واعتقد سيدي بانه العراقي الان اصبح واضح ويعرف جيدا بان هذه التفجيرات تحمل بصمات سياسيه واضحه. نعم. اللواء يحيى رسول تحدث عن فتح تحقيق بهذا الانفجار، ونحن نعرف ان كثيرا من التحقيقات فتحت في انفجارات سابقه، لكن ما النتائج؟ لم يكن هنالك اي نتيجه حقيقيه لاي تفجير كان او اي عمل ارهابي. كما ذكرت سيدي بان هذه يعني اجراءات حكوميه اصبحت روتينيه لانها تعلم هذه الحكومه وهي المشتركه في هذا ومتورطه في هذه الاعمال بانها ان الاحزاب وهذه الميليشيات هي لمن ترتكب هذه الاعمال التفجيرات في التنافس الانتخابي في محاوله جر العراقيين وتحشيدهم. سبق وأن تم عن طريق التفجيرات تحشيدهم طائفيا، وتم عن طريق التفجيرات تحشيدهم مناطقيا وإلى آخره. فهذه التصريحات الحكومية ليست ذات قيمة حقيقة، بقدر ما سوف نجد بأنها استخدام هذه الملفات سوف يكون على نطاق واسع من قبل هذه الأحزاب والميليشيات.
كما يرد من مصدر أمني حكومي فإن هذا التفجير نجم حتى الآن أو في زيادة في أعداد الوفيات أو القتلى إلى 22 قتيلا و 45 جريحا، وهذه زيادة واضحة لأن الانفجار كان في سوق شعبي كما نعرف، ونحن اليوم نعيش في يوم عرفة، اليوم الذي يسبق عيد الأضحى المبارك، وبالتالي الناس في حالة تسوق وفي حاجة لزيارة الأسواق. السؤال يدور الآن عن السؤال الذي سألته من قبل، هذه الرسالة ممن ولمن؟ هل لها دلالة تتعلق بانسحاب الصدر من العملية السياسية مؤخرا الذي أعلن عنه مؤخرا؟ يعني سيدي حقيقة بما أنه لحد الآن لم يتم تبني هذه العملية من قبل أي جهة، أي تنظيم معروف بإرهابيا وغيره، فبالتأكيد هي رسائل واضحة ما بين هذه الأحزاب. حقيقة لا نعلم مدى جدية الصدر في الانسحاب من هذه الانتخابات، لكن قد تكون هذه الرسالة وصلت اليوم وسوف يتم باستغلالها لمعاودة الدخول في الانتخابات مرة أخرى، أو باستغلالها للتحشيد شعبيا في إخراج مظاهرات أو كذلك. فالحديث سيدي لا يتوقف عند هذا التفجير فقط، بينما هي الصورة الأكبر بصورة عامة جدا، المنظومة السياسية التي تحكم هي المنظومة التي تخل بأمن المواطن، وهي المنظومة التي تستخدم أمن المواطن ودماء المواطنين حقيقة في أغراض انتخابية وأغراض غيرها، وإلا من غير الممكن أنه تكون هنالك عمليات، يعني نمر بفترات طويلة جدا من دون أي عمليات إرهابية لا تعرف سبب هذه الأمن المفاجئ، ثم تحدث عمليات إرهابية أنت لا تعرف حقيقة بسبب حدوث هذا الانتكاس الأمنية بصورة مفاجئة. أيضا لا يوجد اليوم أي عمليات لداعش وغيرها في بغداد، لا يوجد أي تنظيم إرهابي جديد قد ظهر حقيقة وقام بتنفيذ عمليات في بغداد مؤخرا. ما يجري هو حقيقة صراع انتخابي واضح جدا، لا يمكن إلقاء اللوم على أي تنظيم إرهابي، مجرد أنه خروقات أمنية تقوم بها هذه الميليشيات، وسوف نجد بأنه استخدام هذه التفجيرات وغيرها هي المادة الوحيدة في الانتخابات. نعم سيد محمد، هذه الأحداث سواء هذا الانفجار اليوم من طريق زراعة عبوة ناسفة أو الأحداث التي جرت قبل أيام قليلة فيما يتعلق بالمستشفيات وما يجري فيها، تؤكد عدالة وأحقية المطالب الشعبية التي يرفعها الشباب والشعب العراقي منذ أكثر أو منذ قرابة عامين منذ انطلاقة الثورة حتى هذا اليوم، ولا يسمع لها أو يتم التعامل معها أيضا بناحية أمنية بحتة. إلى أي مدى ستدفع هذه الأحداث الشعب إلى مزيد من المظاهرات؟ سيدي الكريم، المواطن العراقي أصبح يعني حقيقة يعرف ما يجري في بلادي، يعني كانت هنالك قد نكون قبل سنوات كانت هنالك بعض التوجيهات وبعض التحشيدات الطائفية، الآن لم يعد ينفع. المناطق التي لم تكن سابقا تتظاهر وتخرج ضد هذه الحكومه وهذه الاحزاب والميليشيات اصبحت اليوم هي في صداره هذا الموقف. هذه التفجيرات سوف تؤدي بالنتيجه الى تحشيد كبير للتظاهرات، الى اصرار المتظاهرين، سوف نشهد هنالك موجات تظاهرات قادمه كبيره جدا، قد تكون هنالك عوده لتشرين بصوره كامله او بصوره جزئيه او بصوره متوقفه، لكن ما بدا في تشرين سوف لن ينتهي، وهذه العمليات وهذه الخروقات واستهداف المواطن والاستهتار بدماء المواطنين بهذه الطريقه سوف لن تكون نتيجتها الا مزيد من الغضب الشعبي، مزيد من التظاهرات، ومزيد من الرفض لهذا النظام، وبالتاكيد محاوله المطالبه باسقاطه. هناك حملة عالمية وخرجت من العراق وانتشرت في أكثر من مكان حول العالم، حملة الإفلات من العقاب سيد محمد، وهذه الحملة للأسف الشديد جاءت بعد أحداث متتالية، انفجارات في أكثر من مستشفى وقتلى بالعشرات، واليوم نحن أمام انفجار ليس انفجارا عرضيا بطبيعة الحال إنما هو بفعل فاعل. إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك في الزخم الشعبي وبالتالي استجابة الحكومة لهذه المطالب؟ حملة الإفلات من العقاب حملة صحيحة جدا، توقيتها صحيح جدا، الحملة واعية يشترك بها الكثير من العراقيين من جميع الطبقات والفئات في الداخل والخارج، فهي بداية. نحن دائما نقول سيدي الكريم، ودائما يعني الواعين يقولون بأن ما حدث في تشرين هو مجرد بداية، تشرين بداية، الحملات التي تنزل الآن بداية إلى أحداث قادمة كبيرة جدا. اليوم المواطن الواعي يعرف جيدا بأنه ما يجري غير صحيح، وهذا النظام يجب أن لا يستمر، لذلك تجد بأنه تحولنا من
من بدايه التظاهرات البسيطه الى اعتصامات الى ثوره الى حقيقه اليوم حملات كبيره، محاوله توعيه المجتمع العالمي، المجتمع الدولي على ما يجري في العراق. فهذه بالتاكيد هذه الاحداث، هذه الماساه التي تحدث، استهداف المواطنين بهذه الطريقه وعدم معاقبه المسؤولين عن هذه الخروقات والمسؤولين عن هذه الجرائم، هو سيدفع المواطن العراقي الى الالتحاق بهذه الحملات، بحمله الافلات في العقاب او بالحملات القادمه. هذه حمله الافلات في العقاب لولا الافلات المسؤولين سواء كانوا سياسيين او امنيين من العقاب لما شهدنا ما يحدث الان ولا ما تكررت هذه الخروقات وهذه الاحداث. لكن عدم محاسبه هؤلاء المسؤولين السياسيين وهؤلاء القاده الامنيين الفاسدين والذين اجرموا بحق المواطن العراقي وبحق العراقيين، دمروا مدن باكملها، قتلوا متظاهرين، قتلوا شباب، اغتالوا الناشطين، لم يتم محاسبه احد. هذا يجب انه تكون هنالك مثل هذه الحمله لتوعيه الطرف من المجتمع الدولي بالتدخل. نحن لا نعيش وحدنا في هذا العالم، نحن جزء من منظومه دوليه كبيره جدا لها قوانين وتحترم حقوق الانسان. فاذا لم يكن المسؤول العراقي محترم ولا يحترم حقوق الانسان، هنالك مجتمع دولي، مجلس امن وقوة عظمى تستطيع ان تحاسبه. شكرا لك السيد محمد فوز اللامي الخبير الامني والعسكري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من برلين.